الحاجة التانية واللي أنا شايفاها مهمة جدا جدا يعني، وأعوني قلوبكم يعني قبل آذانكم، يعني أعيروني. القلب لما بيسمع أو يعي أكيد بيبقى أفضل بكتير أوي من الأذن فقط لما تسمع. إن ممكن كل حاجة في حياتنا بتتغير بالبركة، مش كلام درويش ومش كلام ناس مثلا يعني مش عايشه في الدنيا، واللي كتير الناس كده بتقول، عارفه ممكن الناس ترد عليا وتقول لي كده، ولكن والله هي حقيقه. بمعنى ان انت ازاي تجعل البركه في حياتك. اول حاجه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله التقوى في كل حاجه في حياتنا، هتلاقي ربنا بيرزقك قدامها اكتر منها بكتير، وهتلاقي سبحان الله ابواب بتتفتح وابواب فرج بتتفتح. والله والله والله، ده وعد الله، مش انا اللي بقوله، ده وعد الله في كتابه العزيز واللي اخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا يعني ممكن نكون حد امكانياته يدوب مش بيقدر مرتبه يكفيه، فممكن بيغفل ان هو يطلع صدقه. الصدقه يا جماعه مش شرط تكون فلوس، مش شرط ان انا اطلع، وان كنت حتى بطلع قدر استطاعتي، بان شاء الله حتى 5 جنيه، بان شاء الله اي حاجه اقدر اطلعها، بان شاء الله حتى وجبه يعني اقسمها بيني وبين حد وفي نيتي انها صدقه. ان شاء الله ان انا ادخل السرور على حد وفي نيتي انها صدقه لله او تقربا لله. بان انا اروح مثلا ازور مريض، بان انا اروح يعني اشوف حد من اهلي او من قرايبي، او ان انا مثلا اصل ارحامي، كل دي من ابواب الخير اللي ممكن تقربك الى الله وتجعل لك في حياتك بركه. وقتها هتلاقي سبحان الله يعني حد بياخد 10,000 جنيه وحد بياخد 1000 جنيه، ولكن الألف جنيه دي ربنا مبارك له فيها وقادر يعيش حياته مستور، وممكن 10,000 جنيه مع حد تاني مش بتكفيه. ودي حقيقة صدقوني، أنا مش بقولها تاني، مش بقول لكم كلام دروشة ولا بقول لكم كلام مستهلك، والله دي حقيقة. جربوها، واللي جربها أو اللي عايز يجربها، وفي ناس كتير أكيد مجربها مش أنا بس، يعني أكيد اللي هو لسه ما جربهاش وهيجربها يا ريت يقول لي عملت إيه في حياته ويدعي لنا إن شاء الله ربنا يتقبل.